تأكيد وصول الهدف للكمين. تمام يا فندم. خلال شهور بسيطة ضبطنا أكثر من قضية سلاح في نطاق جغرافي واحد، فشكلنا مجموعة عمل لفحص المنطقة بالكامل لحد ما تأكدنا إن في تشكيل عصابي بيروج لسلاح مهرب. احنا رصدين بعض خطوط التهريب ومحاولة دخول السلاح لداخل البلاد، وتقرير معاملنا الجنائية للأسلحة المضبوطة أكدت معلوماتنا إن نوعية الأسلحة اللي تم ضبطها متشابهة تماماً مع الأسلحة اللي سبق ضبطها مع بعض العناصر الإرهابية في الفترة الأخيرة، خاصة إن بعضها صناعة محلية بيتم تصنيعها بطريقة احترافية ومتقنة على غير العادة. بالمقارنة والبحث اتأكدنا إنها خرجت من نفس النطاق الجغرافي. خيوط القضية بدأت تتربط. في تشكيل عصابي بيتاجر في الأسلحة المهربة وبيصنع وبيبيع بدون تمييز، يعني أي حد بيدفع حتى لو إرهابي بيحصل على كمية السلاح اللي بيطلبها. اللي أكد لنا المعلومات مساعدة مواطنين شرفاء عايشين قرب جزيرة غير مأهولة بالسكان، لاحظوا فيها تحركات مريبة، والتحريات أكدت إن المنطقة ضمن النطاق الجغرافي اللي شغالين عليه. بعد المعاينة حددنا الأهداف الرئيسية للعملية. ورشة تصنيع للسلاح على الجزيرة بتحميها دشمة ارتفاع دورين ليها نطاق رؤية بيكشف 360 درجة. في الشمال رصدنا نقطة تفتيش مراقبة في مركب وسط الزراعات، ونقطة مراقبة تانية داخل كتل خرسانية بتخفي التشكيل العصابي. كل النقط دي محاطة بالزراعات من كل جانب، تحدي كبير قدام قواتنا. ده غير بيتين بيتمركز فيهم رؤوس التشكيل العصابي جوه القرية. تم توجيه مجموعة استطلاع وتحري، واستخدمنا ضابطات من الشرطة النسائية مدربات على التنكر والتعامل، ساعدونا في معاينة المكان. قوات المعاينة جهزت مقر ورا نقطة المراقبة الشرعية مزود بكل وسائل الرصد والمتابعة. موقع العملية أصبح 24 ساعة تحت السيطرة الكاملة. ولأننا دايماً جاهزين لأي مواجهة كان لازم نتدرب في طبيعة مشابهة لطبيعة العملية. تسلل قوات الأمن المركزي خلف نقطة المراقبة الشرقية لإسكات حراسة التشكيل العصابي. بعد التنفيذ هنبدأ اقتحام الجزيرة من النهر عن طريق 2 زودياك مزودين بكاتم صوت عليهم القوات متأمنين من القناصة. بعد التمكن من شل حركة أفراد التشكيل والسيطرة على ورشة تصنيع السلاح والدشمة هنبدأ اقتحام المنطقة السكنية، وبعد السيطرة قوات الهجوم والدعم هتتقدم. كل التأمين والتخطيط ده كان ضروري علشان نخفف من حجم المواجهة وقت الاقتحام.
تمام السيطرة على الكتلة الخرسانية. السيطرة على الورشة بالكامل. بعد السيطرة على مخزن السلاح بدأ إنزال القوات على المنطقة السكنية من ناحية النيل. حصار الأرضي تمام تسكين. الحصار العلوي تمام تسكين. قوات الحصار تتقدم. ولما اقتحمنا منزل التشكيل العصابي في القرية فوجئنا بباب مدرع، فاضطرينا ننفذ الخطة البديلة. تمام تسكين قوات الحصار. قوات الدعم تتحرك. ومع دخول قوات المسطحات من النيل بدأ إطلاق النار من جوه الزراعة. مجموعة الورشة في تحركات في الهيش من اتجاه الساعة 2 لاتجاه الساعة 5. في تعامل شديد على مجموعة الورشة اتجاه الساعة 2. تمام، تم التعامل مع الهدف. كنا حريصين في كل خطوة على أرواح المدنيين أثناء التعامل، وقدرنا نفرض سيطرتنا وتصاب مننا زملاء، لكن ما فقدناش حد من الأهالي، وده أهم حاجة. تمام يا فندم، سيطرنا على جميع النقاط. Thank you.
تمام يا فندم، انتهى المأموريات. مع الشكر. اتفضل. إلى جميع القوات المشاركة في العملية جزيل الشكر، ربنا يحميكم يا رجاله.